فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من سجد على أطراف أصابع يديه ولم يضع راحتيه، من سجد على أطراف أصابع يديه ولم يضع راحتيه، فهل يصح سجوده؟ نعم، صلاته صحيحة لكن ترك الأفضل. الأفضل أنه يبسط يديه على المصلى وعلى الأرض، يبسط يديه ورؤوسها إلى القبلة، هذا هو الأفضل. نعم، وإلا إذا وضع طرف العضو هذا يكفي. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.